ما بين رغبة عرب إفريقيا في إبقاء الكأس بحوزتهم للمرة الثانية على التوالي والرابعة منذ انطلاق البطولة عام 63، وطموح عرب آسيا في استعادة زمام المبادرة وإضافة اللقب السابع، تنطلق مساء الجمعة منافسات ربع نهائي النسخة العاشرة لكأس العرب في ظل منافسة شرسة بين 8 منتخبات موزعة على القارتين بالتساوي من أجل الظفر بالكأس والحصول على الجائزة المالية الضخمة التي تصل إلى 5 ملايين دولار. ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان سيكون مصرحا لأولى مواجهات هذا الدور مساء الجمعة بين منتخب تونس متصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ونظيره العماني صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى ب4 نقاط. في نفس اليوم يشهد ملعب البيت بمدينة الخور مواجهة خليجية مرتقبة بين العناب القطري متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة أمام الأبيض الإماراتي الذي تأهل كوصيف للمجموعة الثانية ب6 نقاط. أما المواجهتين الأخيرتين في هذا الدور فتقام مساء السبت، حيث يلعب منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط أمام نظيره الأردني صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة ب6 نقاط، ويقام اللقاء على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، يليه المواجهة الأخيرة على ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثالثة ب9 نقاط وشقيقه الجزائري صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة ب7 نقاط. البطولة انطلقت عام 63 في لبنان، وتوج منتخب تونس بلقب النسخة الأولى، ثم أحرز المنتخب العراقي 4 ألقاب متتالية أعوام 64 و66 و85 و88. بعدها فاز منتخب مصر ببطولة 92 في سوريا على حساب المنتخب السعودي الذي توج بدوره بلقب نسختي 98 و2002، قبل أن يحسم المنتخب المغربي لقب نسخة 2012 على أرض الحرمين الشريفين بفارق ركلات الترجيح على حساب ليبيا. خلينا رحب بضيفي اللي منورني ومشرفني النهاردة، واحد من الوجوه المصرية المشرقة والمشرفة دائما وأبدا، سنوات طويلة جدا في دولة الأمارات العربية المتحدة، خط فيها العديد من التجارب مع عدد من الأندية، ونجح في كلها نجاحا ساحقا، سواء من صعد بهم من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز أو من بقي بهم في الدوري الممتاز، وكان اسما لامعا ويظل بإذن الله كابتن أيمن الرمادي. مساء الفل يا كابتن أيمن. مساء الخير يا كابتن أحمد، إزاي حضرتك؟ نورنا. ده انت اللي منورنا. انا بس الاول عايز اولا اخد كلمه ثواني. اتفضل. احييك بنسترك على احترامك لمسانده اعلاميه قويه محترفه للمنتخبات المصريه. انا طبعا كنت بره بسمع كلام حضرتك، عمرك ودي شهاده لله رب العالمين، عمرك ما كان عندك تصفيه حسابات، سواء انت كنت مسؤول في المنتخب او غير مسؤول، مساندتك دي بترفع درجة الانتماء عند كل واحد، لان فعلا انت ما بتصفيش حسابات، وده انا بحييك عليها. ربنا يخليك. لان انا شفت حاجات كده على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت دي، الحقيقة انت عشان يمكن انت مش محتاج ترند والكلام ده، فانا فعلا سعيد جدا ان انا بطلع مع حضرتك، لان مساندة او اسهل حاجة ان الواحد ينتقد كل حاجة وينتقد كل الناس، لكن العملية بقت عارف بقت حركات بهلوانية زادت عن اللزوم. ده صحيح. واعتقد ان احنا لازم دلوقتي نتوقف حالا وبقرار سيادي الكلام الفاضل اللي بيحصل ده. في ناس عندها بيوت وعندها اولاد، ما ينفعش ابدا ابدا التجريح اللي بيحصل ده اللي بتوصل لدرجة الخيانة العظمى. نعم. فانا الحقيقة بحييك بنحفظك. ان انت عمرك ما بتصفي حسابات، ويمكن اكتر حاجة اسعدتني في الحلقة دي ان انا وانا قاعد بره سمعتك
وانت بتتكلم ايوه اختلف مع كابتن شوقي، اختلف مع مدرب المنتخب، اختلف مع موسماء، لكن مفيش داعي ابدا من حكايه اننا بقينا نصطاد الترند، ودي عمليه بقت وحشه جدا جدا يعني. بشكرك كابتن ايمن، ربنا يخليك يا رب. خلينا ندخل في الاهم وهو البطوله العربيه. هل كنت تتوقع وانت يعني مدرب بقى عايش في هذه المنطقه منذ سنوات بعيده، هل كنت تتوقع عوده البطوله؟ ومع عوده البطوله رغم مشاركه مثلا نقدر نقول ثلاث منتخبات، منتخب المغربي بالمحليين، المنتخب السعودي بالشباب، منتخب الجزائري ميكس يعني ما بين لعيبه موجوده في المنتخب ولعيبه محترفين ما ظهروش، هل كنت تتوقع كل هذا نجاح لهذه البطوله ولا انت مش شايفها ناجحه اصلا؟ لا انا شايفها ناجحه جدا. نعم. وشايف فيها زخم. وعندي الحقيقه شعور مريحني جدا ان احنا ان شاء الله 2022 عندنا حالات جيده، انا فرحان بيها. فرحان بالتصوير في مباريات مصر. نعم. فرحان انا كان يمكن عندي من 5 سنين كده الستاره سودة شويه. نعم. لكن فرحان بالبطوله العربيه اللي فعلا يعني ولد من رحم البطوله حاله احنا ما كناش متوقعينها. نعم. مباريات مصر والجزائر، مباريات المنتخب المغربي، المنتخب السعودي، المباراه متاخده وكانها بطوله فعلا كبيره. نعم. مش بطوله شرفيه. حاسس بحاله من الانتماء عند كل المنتخبات. نعم. لبلادهم بصوره كبيره جدا. لا الحقيقه انا سعيد جدا جدا بالبطوله، لكن اكتر ما اسعدني في البطوله هي ان انا حسيت ان احنا ان شاء الله، اصل دي حاجات وراثيه عندنا، ان احنا ان شاء الله كمنتخب مصر عندنا حاجات كتير قوي نقدر نعملها كويسه جدا. طيب خليني اسالك سؤال سريع كده الاول، المجموعات، المجموعه الاولى كانت قطر وعمان العراق البحرين، تأهل المنتخب القطري والمنتخب العماني، شايف انه تأهل منطقي؟ جدا جدا. المجموعه الثانيه كانت تونس الامارات سوريا موريتانيا، تأهلت تونس والامارات بنفس الرصيد من النقاط 6 نقاط وخرجت سوريا وموريتانيا، تأهل منطقي؟ تأهل منطقي، لكن عايز اقول ان انا رغم حبي الشديد للمنتخب الاماراتي من ايام كورونا تراجع كبير جدا ومخيف للمنتخب الاماراتي، كانت المنافسه ما بين المنتخب الاماراتي والسوري، لكن المنتخب السوري فرط بشكل غريب في مباراه موريتانيا. طيب نروح على المجموعه الثالثه، مجموعه كانت تضم المغرب والاردن والسعوديه وفلسطين، تأهل المنتخب المغربي كامل العدد بلا اهداف في مرماه ب9 نقاط كامله ب9 اهداف، والمنتخب الاردني ب6 نقاط، وخرجت شباب السعوديه ومنتخب الفدائيين المنتخب الفلسطيني. الحقيقه برضو منطقي جدا تاهل المنتخب المغربي. اللي مش منطقي حتى لو بالصف الثاني عدم تاهل المنتخب السعودي. يمكن هي مباراته مع الاردن فرقت كتير وكانت اول مباراه، لكن برضو الكرة الأردنية مش بتمر بأحسن حالاتها. يعني مش بالزخم اللي كانت موجودة أيام الله يرحمه الكابتن الجوهري أو ما بعد. نعم. الكابتن الجوهري. فأعتقد المنتخب المغربي منطقي. المنتخب الأردني والسعودي كانوا متساويين في الحظوظ شوية يعني. المنتخب الفلسطيني طبعا انت عارف الظروف وكده. مشكورا مشكورا طبعا. مجموعة الرابعة اللي كان فيها مصر والجزائر ولبنان والسودان، مصر والجزائر بنفس الرصيد ونفس النقاط ونفس كل شيء، ولكن اللعب النظيف انحاز لمنتخب مصر، تأهلت مصر في الصدارة والجزائر في المركز الثاني، لبنان بفوز على السودان اللي ظهر بمظهر سيء جدا، لم يسجل أي هدف، دخل مرماه 10 أهداف، بالتأكيد لم يحصد أي نقطة. المنتخب المصري والجزائر أكثر مجموعة فيها منطقية. نعم. صعودهم. لكن المفاجأة الغريبة هي الأداء السيء جدا للمنتخب السوداني حتى لو في ظروف. نعم. اللاعب السوداني أبدا مش بالشكل اللي أنا شايفه. صحيح. فاعتقد ان تاهل منطقي. اللي مفرح في التاهل ده كمان ان انا يعني بصراحه حسيت ان انا رجعنا الاجواء 2006 و2008 و2010 بتاعه الشوط الثاني بتاعه التجمعات. نعم. بتاع منتخب مصر، فدي حاجه تسعد جدا جدا. طيب اسالك سريعا وخلي اسئلتنا سريعه شويه، المستوى الفني شايفه ازاي؟ المستوى الفني جيد. يعني ما ينفعش اقول ممتاز، لكن المستوى الفني جيد، في بعض المباريات يعتبر جيد جدا،
لكن المستوى الفني في الفترات اللي جاية وفي الأدوار اللي جاية هيبقى أقوى بكتير جدا. الصراع الدائم ما بين عرب آسيا وعرب إفريقيا والتنافس الجميل ده شايفه بدأ يظهر بقوة ولا هيظهر أكتر في الأدوار القادمة؟ أنا شايف إن العرب أفريقيا ما زالوا برضه عندنا تونس مع عمان، عندنا مصر مع الأردن، صحيح، وعندنا عندنا عندنا, عندنا آسيا نعم. اللي هي قطر والإمارات، نعم. لكن الصراع اللي ما بين عرب آسيا وعرب أفريقيا هيستمر، وهيستمر برضو آسيا قطر الإمارات أفريقيا أفريقيا المغرب والجزائر، المغرب والجزائر، نعم. هيستمر برضو إن اللاعب برضو عرب الأفريقيا برضو اللاعب ما زال هو متفوق، لكن يمكن عرب آسيا يمكن عندهم نظاما أكثر شوية في أسلوب اللعب وستايل اللعب بسبب المدربين والزخم اللي هناك يعني. طيب بكلمك بصفة عامة على البطولة لحد ما وصل لمنتخبنا الوطني، شايف الجماهير والحضور الجماهيري وهذا التواجد القوي في مباراة الافتتاح للمنتخب القطري، مباراة المنتخب المصري، المغربي، الجزائري، الأردني، لبناني، كل السوداني، كل الفلسطيني، كل يعني الدول التي لها جاليات كبيرة في قطر، شايف انه ده ساهم في نجاح البطولة وانها تحت رعاية الاتحاد الدولي ادالها نوع من انواع القوة؟ اكيد الجاليات هناك عندها احنا يعني بصراحة حاجة تفرح الانتماء للبلاد، وخصوصا ان احنا برضو نعتبر احنا والجزائر عشان نكون محق، نعم. احنا فاكهة كجمهور تشجيعنا مختلف واجواءنا مختلفة، الواحد بيسعد جدا وخصوصا بيحس بيها اللي عايش برا، فعلا احنا يعني احنا فعلا شعب جميل فعلا في الاجواء اللي زي دي. طيب تعالى بقى، هل نسميها مغامرة كروش ولا نسميها فرقة كروش ولا نسميها ايه؟ حسيبك انا مسميها مغامرة، أو الحقيقة يعني شوف انت تسميها ايه. الحقيقة انا شايف ان كروش بيعمل حاجة جيدة جدا، ولكن عايز حد ينبهه لبعض الجزئيات. يلا. الجزئيات اللي هي فيها شوية كترة التغييرات والحاجات دي او التجربة بصورة مستمرة، مش كل التجارب الكتيرة بتولد منتخب جيد. هو عمل تجربة في المباراة الأخيرة كانت تجربة مريرة علينا، كانت ممكن تضيع المباراة رغم ان هو مدرب جيد وانا ما اقدرش، اللي هي التشكيلة وتكوينة الفريق. ايمن اشرف ويعني وجود ايمن اشرف في وسط الملعب، في وسط الملعب. الثلاثي اللي قدام، آلية العمل بتاعهم ما كانتش واضحة، ما دخلناش ال 18. ما هو انت عشان تلعب 4 3 3 ليها سيستم ونظام مختلف تماما عن اللي احنا شفناه في الشوط الاولاني. طيب هتكلمك في الجانب الفني بس الاول خليني اكلمك في المبدا، واحنا هنا بنتكلم بنقد مفتوح جدا. صحيح. اتكلم زي ما حضرتك عايز. الجانب الفني قصه ان الراجل تكون عنده مغامره اختيار لعيبه زي مروان داوود وزي احمد ياسين وزي مروان حمدي وزي حسين فيصل وزي محمود جاد وزي محمد صبحي وزي محمد عبد المنعم وزي احمد رفعت وزي عمر كمال عبد الواحد، ودي طبعا اسماء. انا على فكره عمر لاعب سوبر، عمر كمال عبد الواحد الرايت باك لاعب كارترون سوبر. كان قاعد مكان حضرتك هنا كده بعد ما طلعنا فاصل قال لي مش زعلان على حد قد ما زعلان ان عمر كمال عبد الواحد ما تقيدش عندي. كابتن انا شفت في المنتخب المواقف اللي هي فيها واحد، الاول اقول لك السؤال بتاع حضرتك، نعم. ان اختياراته والزخم ده حاجه عظيمه وحاجه كويسه جدا. حلو. هو عنده ستايل لعب عايز يلعب بيه وبيشوف بيه ناس، لكن عايزين ناس يختصروا ليه الطريق. الوقت مش طويل قوي يا كابتن احمد عشان نعم. خاطر تمد يعني تفتح القايمه كتير عشان خاطر تعمل اختيارات. الكلام ده لما تبقى عامل خطه لاربع سنين جايين. كروش عامل عمل جيد لو هو بيخطط لاربع سنين. احنا هدفنا الاول دلوقتي انت تصعد كاس عالم، صحيح، فلازم يكون في تركيز وتركيز شديد مش على عدد اللعيبه ولكن على ستايل واسلوب اللعب اللي هتقابل بيه المنتخبات. كويس. يعني لازم تعمل ستايل ونظام لعب قوي وصارم ويكون عندك التغييرات في حدود معدوده. لو انا زي ما بقول لحضرتك، لو انا عندي الهدف بعد اربع خمس سنين اللي بيعمله كروش ده عظيم. نعم. لو عندي الهدف ان انا اصعد كاس عالم 2022 وهلعب مباراة هي مباراة بمثابة يا إما خطوة عملاقة للأمام للكرة المصرية أو ضربة في مقتل، لازم أتبنى ستايل وأسلوب لعب حاجة شبيهة كده اللي بنشوفه مع
منتخب ايطاليا، الحاجات اللي فيها سيستم وستايل لعب مختلف. طب خليني اختلف لحد معك. النهارده ايوه لحد النهارده ستايل اللعب لسه شويه ما فيهوش وضوح، وخصوصا في جانب هجومي. اخد موقف كروش انا هنا بعد اذنك. اتفضل. راجل لسه جديد يعني بقاله وقت قليل جدا، فالناس بتقول لك انه ده شيء جيد في وقت ده. قولوا لنا بس يا جماعه تاريخ التعاقد مع كروش كان امتى، لانه ما كملش 3 شهور. اي طبعا. وانه عنده نجاحات امام ليبيا، فاز على ليبيا مرتين، فاز على الجابون، تعادل مع انجولا في الخارج، فاز على لبنان، فاز على السودان، سيبك من الضعف او القوه. طبعا طبعا. تصدر مجموعته بتعادل مع الجزائر. تشعر انه في حاله من القبول في الشارع اللي بينقسم دائما وابدا ما بين اهلاوي وزملكاوي، لكنه الان متقبل جدا فكره انه يشوف حسين فيصل، فكره انه يشوف عمر كمال حسين فيصل سموحه، عمر كمال لاعب فيوتشر، احمد رفعت لاعب فيوتشر، احمد ياسين لاعب البنك الاهلي. تشعر انه الناس اولا اللعيبه الاول، معلش هطول شويه، لا طبعا اللعيبه كل واحد يا كابتن ايمن بقى عنده امل. يعني كان عندي امبارح هنا حليمه قال لي بقى عندي امل ان انا اروح المنتخب، وما اروحش المنتخب ليه؟ الراجل ده فتح الباب للناس كلها. موافقك ان انت بتتكلم على المدى البعيد و و، لكن كان هيحفظ امتى؟ كان هيعرف امتى؟ ولا كان هيشتغل بالنظام القديم 5 اهلي 6 اهلي 7 اهلي 6 زمالك 7 زمالك و2 3 و2 3 محترفين ويلا يا عم اشحن. انا اقتنعت بكلام حضرتك جدا. هو تولى المسؤوليه 8 سبتمبر يعني سبتمبر اكتوبر يعني نوفمبر 3 شهور بالظبط زي ما انا قلت لك. انا مقتنع بكلام حضرتك تماما. نعم. اللي انا بقول عليه ان انت اللي بيعمله العمل اللي بيعمله ده ممتاز على فكره، مش بقول انه لازم ما يعملش العمل ده. نعم. لكن لازم يعمل العملين. يعني انا شايفه ناجح جدا في هذا الكم اللي هو عمل امال كويس لكل اللعيبه. نعم. حط مثلا واحد زي احمد رفعت، واحد زي عمر كمال، كمال، ناس كتيره جدا حطها. نعم. في الصوره قدامنا احنا ان احنا نشوف لاعب جيد ممكن يكون لاعب دولي. حسين فيصل طبعا لاعب هايل. نعم. لكن اللي انا بقوله ان الجزء الثاني شويه فيه قصور. اللي هو انهي الجزء الثاني؟ أيوة. اللي انا هقابل فيه مثلا منتخب زي الجزائر في التصفيات. نعم. جيد له حلوله دفاعيه هجوميه. نعم. في فرق كبير بين ما تلعب على طرف وتهاجم، ولما تلعب في مركز اللي هو مركز قريب من مركز 8 اللي هو فروم بوكس وتو بوكس وتهاجم. انا معاك متفق تماما. اختيار بعض المراكز انا شايف برضو ان هو بيبعد شويه محمد شريف عن المرمى بصوره كبيره، عن مركز راس الحرب، عن المرمى كمان. نعم. يعني حتى لو هو بيلعب جناح مش بالستايل ده. نعم. الجناح اللي هو زي ميسي وزي نيمار وزي محمد شريف ما يقدرش يعملها، مش شغلته. نعم. فبرضه شايف ان بعض الاختيار، بس دي اللي هتتظبط. نعم. دي برضه وعلى فكره مش عيب ابدا. انا سمعت يا كابتن لقاء المدربين حتى في اوروبا بيتحاوروا مع اللعيبه ويتحاوروا مع المسؤولين، والحوار. نعم. مش عيب. تعرف الحوار اللي بيني وبين حضرتك ده لو يثمن مثلا ونقعد نتكلم بجديه وانا اختلف معاك، انا ما عنديش حقيقه مطلقه. انا عندي جزء انا دارسه وجزء انا اشتغلت فيه بخبراتي، لكن عندي جزء برضه لازم هيكون غافل عني. لما انت تنورني الحاجه مش عيب. احنا مشكلتنا في مصر ان احنا اوقات بنعتبر ان كلام المدرب اله او عسكري، وده على فكره عمليه سخيفه جدا. نعم. التحاور والحوار. وكان زمان، كان زمان العرف كده في مصر، كان كلام المدرب ده كلام مقدس وعسكري. نعم. وفي الباب من بره والكلام ده، الكلام ده مش موجود دلوقتي. فعشان كده بقول لك بالعكس هو هيكتسب، لكن لازم اللي موجودين معاه يكلموه في النقاط دي بجديه زي ما انت حضرتك بتتكلم كده. اختيار المراكز. طيب عشان نتكلم في التكتيك شويه بس خليني احكي لك تجربتين او قصتين ليا كلاعب. انت فتحت عليا قصص حلوه. ايوه. كان المدرب الالماني عليه رحمه الله ديدريش فايسر كان درب النادي الاهلي سنه 88. تعرف انا بحب الراجل ده جدا. مين ما يحبوش يعني. وده اول واحد سمح لنا، والله كان قبله دور ريفي كمان، بس دور ريفي مشي بسرعه، بس ده اول واحد سمح لنا ان احنا نتكلم. كان اسم كبير جدا. كان مدرب منتخب انجلترا. ده اول واحد سمح لنا ان احنا نتكلم معاه، يعني نروح نتكلم ونتناقش ونحكي. كانت غريبه جدا جدا علينا، لكن الراجل سمح لنا بده. وبعدين جه بعد كده ألان هارس، وسمع انه يعني عنده زهايمر، ربنا يشفي المدربين المحترمين الانجليزي. يعني ده بقى ألان هارس ده كان بيجيبني، كنت انا كابتن التيم ساعتها، بقت يعني صلاحياتي اكبر شويه، وانا كنت دايما بحب راي محمد رمضان يعني وراي وليد صلاح، رغم انه وليد صلاح كان صغير يعني. فكنت دايما قاعد اتكلم في ناس كده يا كابتن، انا وألان هارس واجيب رمضان. وانا فاكر كان الماتش الفيصل بتاع الدوري العام اهلي واسماعيلي، وقعدت انا ورمضان مع ألان هارس
وقلنا له يعني رأينا انه وليد يلعب ويبدأ والقصة والحدوتة، والرجل استجاب. وليد صنع 3 أهداف من الـ4 ساعتها. فقصة انك تتحاول مع المدرب او تتكلم مع المدرب انا شايف انه شكل جاي. اقول لك على جزئية بس دي. اتفضل. انت حضرتك ما شاء الله اعلامي محترف، ربنا يحفظك، علما و و و و وممارسة. ربنا يخليك. لو انت جاء حد النهاردة قال لك انا رأيي كذا كذا في موضوع اعلامي، هل هتزعل؟ لا طبعا. هو محترف. هو عنده ثقة في نفسه. هو النهاردة انا كنت بين شوطين كده في مباراة من المباريات بغسل وشي. انت عارف بين الشوطين لازم تدي جزء كده للعيبة تقعد مع نفسها. وجا جنبي لاعب كان بيلعب في سانتي تيان، قال لي كابتن كنا عايزين لازم نكسب، قال لي احنا ممكن نخسر المباراة بسبب استعجالنا. اقسم بالله الكلمة دي اللي كسبتنا المباراة فعلا. ايه العيب؟ لازم عندك ثقة في نفسك. ايه العيب ان مسؤول تتناقش معاه مناقشة جدية في امور فنية؟ لا ما تتكلمش، لا ده رأيي. الكلام ده مش موجود في الرياضة. طيب هستأذنك روح لفصل، بعد الفصل هنفتح الملعب بتاع مصر، طريقة اللعب، التشكيلة الامثل، والملعب بتاع الاردن. لازم نحترم هذا المنتخب الاردني الشقيق الحماسي جدا اللي لديه طموحات مشروعة جدا جدا بالصعود والوصول، واخر مباراة في بطولة العرب 92 بين مصر والاردن انتهت بالتعادل 1-1. بعد الفاصل نستكمل الحوار الجميل مع الكابتن ايمن الرمادي. حسنا، نحن نتحدث عن الماضي، ولكن نتائج الماضي لا تعطي لك رصيدا أو تأكيدا بأنك ستحقق نفس النتائج في المستقبل، ولكن عليك أن تظهر قدراتك في أرض الملعب، ونحن نستحق ذلك. هذه مباراة مختلفة وأيضا مسابقة مختلفة وبطولة مختلفة، وبالتالي كل شيء نريد أن نظهر قدراتنا على أرض الملعب. ستسعى الإمارات لأداء مباريات بفلسفتها الخاصة وأهدافها من أجل تحقيق الفوز، ونحن لدينا أيضا نفس الهدف. الماضي لا يعني بالنسبة لنا أي شيء، ولكن غدا علينا إظهار قدراتنا وأننا نستحق الفوز للمرحلة القادمة. أسلوبي دائما هو التطلع إلى المباراة القادمة. أعتقد أننا نؤدي وأتمنى أن نلعب مباراة في استاد مكتمل بالجماهير. هذه خبرة كبيرة للاعبي الفريق، خاصة اللاعبين الشبان. بالنسبة لي أنا سأؤدي مباراة أمام فريق كبير في هذه المجموعة، ولديهم فترة إعداد طويلة ولعبوا لعدة سنوات معا، لعبوا في مختلف أنحاء العالم وأمام أساليب وطرق لعب مختلفة للفرق العالمية. أنا أعتقد أنهم من أقوى فرق هذه المجموعة، وبالنسبة لي أيضا وللأهمية لهذه المباراة، لاعبي فريقي لم يواجهوا بطولة مثل هذه البطولة من قبل، ولأسباب عديدة من المهمة بمكان أن نؤدي هذه المباراة. بجد الترحيب بضيف العزيز كابتن ايمن رمادي اللي منورنا ومشرفنا النهارده. تعال بقى نتكلم على مصر والاردن، لقاء ربع نهائي، وهنتكلم على التكتيك اولا من خلال التشكيل اللي حضرتك هتختار. انا اعتقد ان هو مش هيغير ستايل اللعب لانه عايز يثبت. الاول هتشيل المصابين. عايز اولا هو عايز يتماشى مع عموما المودرن فوتبول اللي هي اصبحت الغالب فيها 4-3-3. ماشي، بغض النظر لان احنا عندنا برضو بعض المعتقدات يا كابتن احمد ان 4-3-3 دفاعيه ونقول 3 ديفندر، الكلام ده مش صحيح. نعم. الثلاثه اللي في وسط الملعب هم ثلاثه متنوعين جدا. هو هيبقى هيواجه مشكله صغيره في التشكيل في المباراه بتاع الاردن، وان شاء الله اذا صعد بسبب الانذارات عنده شويه هيبقى خلل في وسط الملعب. نعم. عنده هيبدا اعتقد بالشناوي. نعم. عمر كمال اعتقد، وده عجبني جدا جدا، رايت باك، وعنده احمد ياسين. وانا شايف ان احمد ياسين يا كابتن احمد لعيب كويس، لكن المباريات شويه دلوقتي كبيره عليه شويه، عشان كده تلاقي عنده قدر شويه من الربكه في بدء الهجمه. النهارده انا ابدا اول مباراه دوليه ليا قدام الجزائر. صحيح، كلامك مظبوط. يعني لا كلامك لازم شابولي وكتر خير الدنيا، كتر خيره. لكن انا اعتقد ان هو ان شاء الله الونش طبعا وفتوح، الونش ماشي بصوره ممتازه. انا شايف بقى في الثلاثي بتاع وسط الملعب احنا شويه عايزين نفهم الجزئيه دي. ان هو ما بيلعبش
ما فيش حاجة اسمها ثلاثة ديفندر، هي ثلاثة وسط ملعب متنوعين. شايف ان حمدي فتحي احسن ما يمثل مركز ستة في مصر النهاردة، صحيح. شايف ان السولية عامل حالة من اللعب اللي هو فروم بوكس تو بوكس جيدة جدا. هايلة. انا شايف ان السولية كمان رغم ان الناس شايفاه، لكن بالنسبة لي شايفاه بصورة مش كبيرة قوي. السولية جندي مجهول بيعمل حاجات في الملعب فعلا بتاعت لعيبة كبار. نعم. فعلا يعني يعني اوقات بيعمل البريك نضج نضوج غير عادي. وشايف ان نضوجه هو سبب البنالتي بتاعت الجزائر، صحيح لانه صحيح. ولا الفار كان هيستدعي الراجل اصراره ووقوع وتصميمه. كلامك صحيح. هي دي الخبرة. هي دي المباريات الدولية. نعم. انا شايف ان هو في الثلاثي ممكن يحط حسين فيصل، اعتقد لان هو الشوط الثاني عمل كده. نعم. اعتقد ان الرايت وينج والليفت وينج متهيألي ناحيه اليمين ما بين زيزو او مصطفى فتحي، واحد من الاثنين. نعم. ناحيه الشمال احمد رفعت، ده يعني شعوري او احساس ان ده يكون افضل. لان انا شايف ان محمد شريف لازم في المباريات اللي جايه يتواجد كسترايكر صريح. تمام. ده التشكيله، وحاطط في الاعتبار ان ايمن اشرف مصاب، ان حجازي مصاب، اكرم توفيق موقوف، انه قفشه عنده برضو اصابه بسيطه. هل لو قفشه سليم كنت ترشح انه يبدا اساسي في ماتش الاردن؟ ممكن، بس تتغير طريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-2-3-1. نعم. لان قفشه اكتر مكان يقدر يجيد فيه هو مركز اللي هو ما بين 10. تمام. في الجزء ده ما قفشه 8 تتعبه كتير، توديه بعيد عن المناطق المؤثره في وصول للمرمى. طيب خليني بقى اسالك توظيف حسين فيصل في التشكيل اللي انت عامله ده ازاي، لان الناس كده متخيله انه بعيد عن المرمى وان الولد هداف وبيصنع اهداف. لا بالعكس، انا عايز الناس تتذكر تشوف فريق ليفربول بيلعب بناء. ما انا عشان كده بقول لك ان الراجل مختار ستايل لعب كويس. أيوة. بس نحتاج فعلا ان احنا نطور ستايل اللعب ده بمفاهيمنا ان هي ازاي نكون قريبين من المرمى. نعم. ده بالعكس، ده حسين فيصل والسوليه في التشكيل لو التشكيل جه على البتاع المفروض يكونوا اقرب ناس من ال 18. نعم. انت تفتكر يا كابتن لما كان بيلعب برشلونه 4-3-3 بتشافوا انيستا؟ كانوا فين تشافوا انيستا؟ نعم. كانوا قريبين للمرمى بصوره قد ايه؟ مظبوط. كانوا بيروحوا سوري بلغه الكوره يركبوا الملعب ويروحوا. نعم. داخلين على ال 18 بشكل اهو. ده اللي مطلوب من في مباراه زي الاردن، ولازم نجرب ونكون عندنا جراه عشان يبقى عندنا تواجد، بدل ما الاقي كره طويله واحد عندي في ال 18 بس. لو انت شفت عندي حمدي فتحي و وعمرو السولية، هي لا هي معكوسه دلوقتي المفروض. نعم. حمدي فتحي الستة. نعم. ويبقى السولية وحسين فيصل دول 8 و8 زي ما بنقول فروم بوكس تو بوكس. نعم. تذكروا انيستا وتشافي. نعم. وستايلهم في اللعب كانوا بيروحوا فين لل 18 التاني؟ لان انت لو لعبت بثلاثه زي ما بنسميها ارتكاز انت عزلت ثلاثه مهاجمين عزله كبيره جدا زي ما حصل معانا الشوط الاولاني. احنا ما دخلناش ال 18 الشوط الاولاني في مباراه الجزائر لان احنا حطينا ثلاثه طبيعتهم اكتر دفاعيه. نعم. عندي واحد، وعلى فكره يا كابتن احمد النهارده لاعب مركز سته ده هو من اهم مراكز الملعب لان هو رمانة الميزان. ده صحيح. لما يبقى عندك واحد زي حمدي فتحي لازم يبقى عندك ثقه كبيره جدا في ان انت لازم تحرر شويه السوليه، تحرر حسين فيصل. انا شايف ان لو حسين فيصل هو هيحطه جناح المركز ده هيحتاج لاعب عارف ستايل زي مين مثلا اللي هو المركز اللي هو زي مثلا ممكن اكرم توفيق. ممكن شوية بس مش كتير النني، لكن النني اعتقد بيميل لستة اكتر شوية. طيب خليني اقول لك نهاجم ازاي. نهاجم بمجموعات مش بافراد معزولين. نعم. بمعنى ان انا لما ابدأ اطلع بالكورة ويبقى عندي هدف ان انا العب لونج باص للاعب معين، احنا عزلنا اللاعب ده وعزلنا المجموعة، فهم جروبات سواء من الناحية اليمين أو من الناحية الشمال أو من العمق اللي الأهم دلوقتي نهاجم بتحرر. التحرر بنشوفه عند محمد صلاح إزاي بيدخل راس حربة 100%، إزاي الاسترايكر في ليفربول بينزل لتحت واحد زي صلاح وسادو مانو بيدخلوا 2 راس حربة. لازم يبقى عندنا الثقافة بتاعة التحرر اللامركزية. احنا مشكلتنا في مباراة الجزائر الشوط الاولاني لعبنا بمركزية مميتة. الشوط الثاني طبعا كان فيه تحرر وزخم وحالة جيدة. وعلى فكرة عايز اقول لحضرتك
ان بمنتهى الامانه المدرب تفوق على مدرب الجزائر في الماتش اللي فات، لان انت عارف مجيد بوجرة برضو بدأ بقاله 3 سنين ولا حاجه مش فالمدرب تفوق هو فعلا الشوط الثاني. وبعدين حاله الجرأة اللي عند مصطفى فتحي كانت عجباني جدا. موقف واحد لواحد، شوف بيروح ازاي. بيروح واحد لواحد، فكره انه يسدد، فكره انه يرقص، فكره انه يلعب عرضيه، موجوده الحلول كلها عنده، والدخول في العمق هو ده التحرر. يا كابتن احمد، لو انت لعبت بمركزيه انت ما تعرفش تهاجم، عشان كده انا شايف ان السوليه وحسام فيصل ولازم يحصل بوش، يعني دافع من الخلف للمجموعه دي. عشان ناس كتيره دلوقتي هتعترض عليك يا كابتن ايمن، تقول لك حسين فيصل الراجل شغال من على الاطراف بشكل جيد، لما احيانا بيتواجد في الصندوق جوه بيسجل، وبالتالي انا ليه اخره ورا شويه، ما تخليه انا سواء على الطرف اليمين او الطرف الشمال. احنا فهمنا ان هو متاخر. الشكل ده مثلث، لو احنا فهمنا ان هو متاخر لا، الناس تقول لك انه على الاطراف افضل، يعني مثلا لما يجيب جونه مثلا جون الونش اللي هو عمله. بالعكس هي وجهة نظر واحترمها جدا. لكن انا شايف ان مثلا في المباراة اللي فاتت، انا ببني قناعاتي على المباراة اللي فاتت، ان شوية عزلنا ما كانش لنا تواجد الشوط الاولاني. واعتقد ان بعد نزول مصطفى فتحي وتحرره على طرف، اعتقد ان احنا بدأنا نكون اكتر تحررا شوية. لكن حسين فيصل لاعب جيد ويقدر يلعب جناح، وعلى فكرة مش معنى كلامي ان انا بقول ده انا بجزم بيه، انا بقول توقع ممكن يكون جيد. لكن الادرى هو المدير الفني في الملعب في التدريبات، هو شايف لو حسين فيصل هو جناح يقدر يعمل الجناح اللي هو بتاع المدير فوتبول ويدخل كرس حربة 100% بقى، لا قناعة صحيحة 100%. ما هو العلق، ما هو كتب ليفربول النهاردة طبعا في عزه، طبعا طبعا برضو في عزه. هو التحرر ان انت ما بقاش عندك مركزية الجناح التقليدي. انا ما يعني حكايه الجناح التقليدي دي خلاص انتهت. انا على فكره باخد على احمد رفعت لاعب ممتاز. لكن في بعض الاحيان بشوفه في جزئيه جناح تقليدي. عجبني جدا الماتش اللي فات، رغم ان هو كان بادئ برضو شويه، مصطفى فتحي وتحرره. كان متحرر جدا جدا جدا، يعني مش جناح تقليدي من بتاع بن شرقي. بيعجبني تحرره. ان هو اوقات تلاقيه راس حربه تاني ورا راس الحربه. حكايه الجناح التقليدي دي مميت على فكرة، احنا لعبنا بيها اسطنبة الشوط الاولاني. كنا معزولين عزلة. انا كنت بتفرج على الماتش بقول لكن عندك قلت ان احنا الشوط التاني صلحنا قوي. طب خلينا نروح لفصل، بعد الفصل نقرأ في اوراق المنتخب الاردني الشقيق. على بركة الله باش ندخلوا في المرحلة الثانية، ربع نهائي، ضد منافس محترم برشا، منافس تحسن السنوات الأخيرة وفي التصفيات متاع آسيا عمل دي بريستاسيون كبيرة ياسر، والمردود نتاعو في الدور الأولاني كان محترم. إن شاء الله نكونوا جاهزين، ويلزمنا نكونوا جاهزين، نخرجوا أحسن نسخة متاعنا، أفضل ما يمكن من المردود الفردي والجماعي، ندخلوا بعقلية إن شاء الله باش ننتصروا، برشا ثقة، برشا إصرار، برشا قتال، برشا سيغتو سوليداريتي مع بعضنا. سسخا با فاسيل، مش باش تكون الأمور سهلة، نجموا احنا نمشيو لبعيد إذا نكونوا في المستوى متاعنا، ولازمنا نكونوا في المستوى العالي متاع مقابلة الإمارات اللي وريناها، ومقابلة موريتانيا، ومقابلة زامبيا، دون لا كونتينيتي هذيك. ان شاء الله ندخل المباراه هذه ونوصل الهدف نتاعنا ونمشي لبعيد ان شاء الله. We are very proud and satisfied because we call for the نحن فخورين وراضين تماما عن هذه المرحله. بالطبع هذه فرصه جيده للاعبي الفريق وللجميع لاكتساب الخبرات من اجل مواجهه فريق قوي مثل منتخب تونس. نحن نحترم المنتخب التونسي، لديهم لاعبين محترفين ولديهم خبره كبيره ايضا، وهذه هي كرة القدم، وسنسعى من أجل إظهار قدراتنا بقدر الإمكان، وبالطبع تحقيق النتيجة شيء مهم جدا. إذا تحدثت عن فريقي، ربما هناك بعض المشكلات التي نواجهها لبعض اللاعبين المرهقين وبعض الإصابات. أدينا 3 مباريات في 7 أيام،
وأحد اللاعبين أمجد لا يستطيع اللعب نظرا لحصوله على بطاقتين صفراء. هذه فرصة للاعب آخر ليحل محله ويشارك غدا للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، وأنا أتوقع أن يؤدي لاعبي الفريق مباراة إضافية وقلوبهم في أرض الملعب، وسيسعوا لبذل جهودهم، وهذه النقطة الأهم، وأنا أثق فيهم وفخور بلاعبي فريقي وما يحققونه في هذه البطولة. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا دي المؤتمرات الصحفيه، لانه خلاص المباريات بتتلعب بدءا من الغد، وبعد الغد باذن الله في دور الثمانيه او دور ربع النهائي. تعال نقرا شويه في المنتخب الاردني. اتفضل يا كابتن هيم. الحقيقه المنتخب الاردني هو من المنتخبات اللي عندها تقاليد جيده في البطولات، يعني برضو التجمعات عندها بتفرق كويس، لكن هو السنه الاخيره بعد شويه المستوى، يعني بعد عن الفترة اللي هي كان فيها زخم كبير. ما عندوش لعيبة محترفين برا كتير، حتى في الأندية أو في الأندية. مش غير محمود مرضي في المحرق البحريني وبهاء فيصل في شمال قطر، وبهاء جاله رباط صليبي في مباراة المغرب بعد ربع ساعة، يا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، وخرج يعني. ما عندوش يعني عنده في المحرق عنده، وأنت عارف إن وفي ياسين البخيت في المصلاة. ياسين البخيت لعب شوية كتيرة في الإمارات، بقاله أربع سنين كان بيلعب. هو فريق يعتبر فريق متوسط، ما عندوش الحاله الكبيره، لان انت احنا شفناها قدام منتخب السعوديه اللي هو بالصف الثاني. منتخب السعوديه تفوق عليه في اوقات كتيره جدا. شفناه قدام منتخب المغرب كان اداؤه ضعيف، ده اسوا مباراه ده. فالحقيقه هو منتخب، يعني ان شاء الله باذن الله المنتخب المصري هيطفى، وانا عارف اسلوب مدربهم، لانه في فترات بس من زمان شويه كان اشتغل فتره كده من الفترات في الامارات. فهو برضو من النوعيه اللي عنده برضو التحفظ عالي شويه، ممكن يتحفظ، لكن زي ما حضرتك قول التحفظ ده بينتهي بمجرد ما بيجي فيهم ده جول. صحيح. خليني اسبق شويه واجري شويه بالاحداث. تصورك للمربع الذهبي مع المواجهات اللي هتتلعب واللي اتكلمنا عليها من قبل. الحقيقه الـ انا شايف ان المربع هيفرز افرازات. اعتقد ان احنا المفروض ان احنا لو كسبنا اعتقد هنقابل عندنا قطر والامارات، وعندنا تونس وعمان، وعندنا الجزائر والمغرب، وعندنا مصر مع المنتخب الاردني. مع مصر مع المنتخب الاردني اعتقد اللي هيفوز منا هيلاعب تونس المنتخب التونسي او عماني. انا شايف بقى ان احتمال مقابلتنا للمنتخب العماني مش قليله. العماني طبعا مش التونسي. انا شايف ان هي مش قليله. انا شفت مباراه المنتخب التونسي قدام المنتخب الاماراتي. الشوط الثاني المنتخب الاماراتي كان متسيد تماما. وفي الوقت احسن شوط عملوه في البطوله على فكره. احسن شوط عملوه في البطوله رغم الخساره. احمد احسن شوط عملوه السنه دي. السنه دي سنه كارثيه في الكره. عموما شايف ان المنتخب المغربي والجزائري حظوظهم مش متساويه، يمكن 60 مغرب 40 جزائر. اعتقد شايف ان احنا ان شاء الله هنعبر. شايف ان منتخب، يعني قول لي حضرتك كده، يعني الكابتن ايمن الرمادي بيقول لي المربع الذهبي، المربع الذهبي اعتقد مصر. ايوه ان شاء الله باذن الله. اعتقد عمان. عمان اعتقد، ده توقعي الشخصي. اعتقد رغم ان انا اتمنى كل التوفيق لمنتخب الاماراتي، بس اعتقد منتخب قطر هيكون اقرب. اعتقد ان المدرب المغرب 60-40، المغرب والجزائر 60-40. اعتقد المغربي ممكن يعبر، وخصوصا ان المنتخب الجزائري من يومين عمل جهد عالي جدا في مباراه شرسه. مباراه منتخب مصر. فدي هتقف شويه على موضوع الريكفري عند اللعيبه، هل هيكونوا حاضرين بصوره جيده ولا. هو بغداد بنجاح الحمد لله، اطمنا على سلامته، موجود. انا على فكره لاعب جاي جدا. تعرف ان هم عندهم تقريبا من المنتخب ده، هم منتخب الجزائر اربعه اساسيين، يعني عندك رئيس مبلحي بالظبط، وعندك ياسين الابراهيمي، وعندك نجاح بيلعب الاهلي، وبغداد بنجاح صحيح. حتى ماشي كويس حتى في قطر طبعا في طبعا. فاعتقد ان المربع هيكون شيء قريب. 60-40 ما بين المغرب والجزائر نسبه عاليه شويه، يعني انا شايفها للمغرب 50-50. انت شايف؟ يعني انا شايفها 50-50. ما تنساش حاجه يا كابتن، ان برضو المنتخب الجزائري شويه احنا الشوط الثاني كشفناه. معلش بس هي ظروف المباراه وسير المباراه. اقول لك على حاجه المفروض ان انا ما بحبش اقولها. انا شايف ان
شويه بدري شويه على كابتن مجيد بوجره تولي منتخب في بطوله. بس هو واخد المنتخب الثاني والراجل الجمال. انا عارف طبعا انه واخد المنتخب عشان كده انا بقول لك ان المغرب طيب. شويه اقرب يعني. هاخد معاك الاسئله السريعه، الحوار معاك ممتع. حبيبي. افضل لاعب في مرحله المجموعات لكاس العرب هو السليه منتخب. على فكره ما بين السليه وحمدي فتحي. ماشي، انت قلت يعني اختار واحد. السليه. طيب المنتخب اللي انا شايف انه مفاجاه البطوله حتى الان هو بامانه منتخب مصر. ما كنتش متوقع ان هو يبقى بالقوه في الشوط الثاني في الماتش الاخير كده. المدير الفني الاكثر اقناعا في البطوله حتى الان هو اعتقد المغربي والقطري. القطري سانشيز. الرباعي الاقلب خلاص قلناه. الطرفين الاقرب للوصول للمباراه النهائيه من وجهه نظر ايمن الرمادي ان شاء الله. اعتقد لو ما تواجهوش هيبقى مصر والمغرب. لا مش هتواجه. المنتخب اللي اتمنى خلاص انت قلت مصر والمغرب. طب مصر المغرب بس تتمنى اللاعب مين في النهائي؟ اتمنى اللاعب المغرب عشان ناخد ثقه في انفسنا كبيره. تمام. جدا ونكسب البطوله يعني. سؤالي الاخير هو ايمن رمادي فين من انديه الدوري الممتاز المصري؟ والله انا كنت زي ما سريعا كده زي ما كنت بقول لحضرتك دايما كنت دايما عندي احساس ان انا لازم استمر في الدوري الاماراتي. نعم. لكن الحقيقه في حاله انا شايفها متميزه جدا في الدوري المصري عشان كده بمنتهى الامانه. طبعا انا عايز اقول لك ان مورينيو مره طلب ان هو يمسك ريال مدريد وده على فكره من حاجات انا اتمنى ان انا فعلا انقل تجارب 23 سنه منافسه مع مدربين اعتبروا عالميين هناك. التجارب دي اتعملت مع فرق انا بحترمها جدا وجيده فهي ما كانتش تجربه مثلا شهر او شهرين. فهي تجارب ست سنين مع نادي وست سنين مع نادي وكده. اتمنى ان انا انقلها للدوري المصري. عندي شغف كبير جدا ان انا اشتغل هنا في مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه. هنشوفك قريب ان شاء الله باذن الله. نورتنا وشرفتنا يا كابتن ايمن. ربنا يكرمك. بشكرك شكرا انا بشكرك جدا. نورتنا. بشكرك كمان على مساندتك لمصر من ده واجب عليك. ده واجب. بشكرك على ان انت كمان عندك وبقولها بالمره الثانيه ما عندكش تصفيه حسابات ابدا ابدا. ربنا يخليك. فانت فعلا مثال للمحترف. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل هنفتح كل الدفاتر مع ناقدنا الرياضي محمد مراد.